بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبيبة؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا، الفيديو عن أدوات المطبخ والأواني المنزلية، جولة في طرق التوفير بمدينة الرياض. كل شيء ب5 ريال، كل شيء ب5 ريال. هنشوف أواني منزلية كتير جدا وأدوات مطبخ. بس يا ريت كده قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو، أول جرس تحت الفيديو مباشرة اللي هو إشعارات الكل، عشان إن شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد، واللايك حبايبي عشان إن شاء الله تلاقوا المزيد. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي أدوات مطبخ هنا، طاسات ألمونيوم وكنك القهوة تيفال، أي شيء منهم على 5 ريال. وفي كنك اللي هو برضو الألمونيوم ده وفي الستانلس. هنا بقى أدوات مطبخ كتير قوي زي ما انتوا شايفين كده، مصافي ومعالق سيليكون، حاجات كتير قوي. اي حاجة من دول على 5 ريال. كل دي ادوات مطبخ طبعا ما نقدرش نستغنى عنها، بتبقى ادوات مطبخ مهمة. هنا بقى دي بعض الاواني المنزلية الستانلس، دي حلة الستانلس بس هي على فكرة مش تقيلة يعني، بس خامتها كويسة. هنا برضو صواني، صواني ستانلس، صواني تقديم. اي قطعة منهم على 5 ريال. هتلاقوا بقى ايه، اطباق ستانلس كبيرة واطباق فاكهة وكوبايات، وشايفين مثلا الكوبايات دي في منها الذهبي والفضي، دي على 5. دي بولات برضو ذهبي. هنا برضو اطباق استانلس بقى احجام مختلفة، في حجم صغير وفي الحجم الكبير. دي اطباق تقديم التمر على 5. في بقى هنا الملامين، في على فكرة عرض الثلاث أطباق ملامين مع بعض على 5. هنا بقى برضو دي أطباق لتقديم التمر أو الحالة يعني عموما، أشكال مختلفة. في الذهبي والأوف وايت، دي شيالة للشوكولات على 5، 5 ريال بورسلين. هنا بقى أطباق برضو دي أطباق ميلامين وفي أطباق بورسلين على 5. ده طبق أو حلة صغيرة بورسلين بالسخان على 5 برضو. شايفين الاطباق الملونه دي شكلها تحفه صراحه، مزخرفه يعني الزخرفه بتاعتها حلوه قوي. شايفين شكله، في منه الاخضر على فكره والاحمر والازرق على 5. في الاطباق دي برضو، دي اطباق ميلامين وفي منها سيراميك، الصغير على 2 على 5 والكبير على 5 برضو. البونبونيرة دي على 5، في أشكال مختلفة على فكرة. دي طواجن على فكرة بتدخل الفرن على 5 برضو.
في البورسلين وفي اللي هو السيراميك. دي أطباق بورسلين. في بقى اللي هي سلاطين الشوربة دي، دي سلاطين برضو بالغطا بتاعها على 5، تنفع للشوربة. دي أطباق صيني. دي ميلامين، دي أطباق ميلامين. في بقى طقم البولات ده بالمعالق بتاعته على 5، اللي في العلب. ما شاء الله منزلين تشكيلة كتيرة قوي. هبقى احط لكم العنوان في اول تعليق مثبت. دي كلها اطباق ميلامين، اشكال مختلفة، البيضاوي والمستدير والمستطيل. هنا بقى السلاطين الصغيرة دي او البولات دي، بولات الشوربة دي، دي سيراميك وفي منها صيني. جميلة اوي الاطباق البيضة في ازرق دي، دي صيني. هنا ميلامين. ممكن تكوني طقم منهم، يعني احسن حاجة انهم منزلين من الشكل الواحد يعني تشكيلة مختلفة او احجام مختلفة. حلوة اللي مكتوب عليها دي برضو، دي اطباق بورسلين. تشكيلة اهي، في برضو على فكرة صواني البايركس هنشوفها مع بعض، وحلل البايركس برضو الصغيرة، الطواجن الصغيرة دي برضو. كل الأطباق دي على 5. هنا برضو دي البولات دي، دي بايركس. في بقى اللي هي صواني البايركس دي، دي على 5 برضو. في منها المستدير والمستطيل والبيضاوي. طبعا الفاكهة ده على 5. زي ما قلت لكم اي حاجة عندهم على 5 ريال، من ادوات المطبخ والاواني المنزلية. هو ما شاء الله المحل كبير، ودورين، شايفين الطاجن ده، ده طقم بولات برضو للشوربة، بايركس على 5. شايفين الاطباق دي برضو، دي اطباق زجاج، يعني فيها الوان تيف كده، شكلها شياكة صراحة، على 5.
في بقى على شكل سمكة، في مستدير، في على شكل وردة. شايفين الشكل ده؟ هنا بقى أدوات مطبخ. أي حاجة من أدوات المطبخ دي على 5 ريال. هتلاقوا بقى معالق سيليكون، مغارف، شوك، سكاكين، كل حاجة. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في طرق التوفير، كل شيء ب5 ريال على أدوات المطبخ والأواني المنزلية. يا رب الفيديو إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم بقى الفيديو يا ريت اشتراك حلو كده زيكم ولايك، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.